الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مناسبة عيد الفطر يا ما تسيب الله روح الله وحده سمع على البربرة حارون تقبل الساحل الكاسود تدوينا أو تربى دنا يسوع صبحين تدوينا هسوب دنيا عيد الفطر يا مناسبة دنا يا وح كل سنة يقول تدوينا هم ما ممكن قبل فيك دقمة البربرة وغرب الكاسو حكى اللي سدوها ديتي وقفت قبل الساحل يسوع أدقي تدوينا هسوب الحيس تجي مقال البربرة حارون تقبل الساحل يا عماش خير يا نسوش قيسني أنت سواء أنت واحد كلو خدر دار ميا أو كل ما لحد يقدم بس أنا ورند أنت وعيد دتك قبل هذا كلاي نوعا إما يداير تسود دريا كل حالة فري منا والله دري واحد لنا يوارد داير تينا سود دري سان إيه مسؤول أنت باور تسود سار سان هل جت حدرو ليدين دي ما يو قبل كنا وقبل كي حضارة يد الحيس كي واحد يدي من كلا حدون تسمال لهم بالورك را ليدين دي ما يو لكن عرور تيان لبايلهين كوه انا مغالد شوغا يو كوه قبل الله دكالبا فرين تاندر يا وحوي انان عرور تلبايلهين يستكلا يقول هل كاسوا عهد الكا اسكادة بقات امامن كا قوبل كي كدقمة بربرا يقول بشادة كلا در دارم اني نبيت قلية دا الاليان تبدا في الكبر يني لا سبحانه وتعالى وحن كبر يني نغا قبل اعماشي المشاره بدل الله كبر يني سبحانه وتعالى قولم كلامات عندهم يوم ان بشيء لو قال واحد وين مركز صدق بشر بدل رمضان لا سبحانه وتعالى دتك علوش وحسوها هي لما رفعيو اعماشه يسر الله ما قاضوا مرك عقوف كستو ولا الكاد عروش أخوها يسوع سكسي دا وحبك وتر معي لما أنت هلا سود عفيو لو هذا ما راح دي النهاي وأنا عفيو عقوف كستا ومواطنا وخلا دي السحمة نقول ما هذا وحن لا نهاي عف اسمان قت هاي أدي أنا عيد كلا هو دنينا عماش هذا ودنينا يعدو كسانة أدو هذا سامع هذي كأب سروبة حياة كيسة لهاينا يا مرجع واحد لنا هاي دات كريب البر هاي سامحان إلهي سبحانه وتعالى دات كمسلمين تتعلو شو حسوا هيان أعماش ولا ما مرجع واحد لنا هاي لسي سامحه وقدام بينا واحد لنا هاي أنا قوم ما حنا قيا سيدا هاي دات كريب البر هاي سقط يرسيه أي واحد ويان أمن بوين السيء أمن ونوح وكم ذي هاي وحيا بها وإلهي ومدي سكوك على رستي وسيء amniga waxaan doonayaa inaynu iska aynu adkaysano oo aynu iska kaashano oo aynu had iyo jeer wixii umadu garan weydo ay laamaha amniga had iyo jeer la xidhiidhaan wixii ay garan waayaan soo sheegan qofka saaba guriga ku xiga waa inuu ka warhayo xaaladda uu ku nool yahay iyo sida ay wax u jiraan haddaynu saas ugu xidhnaano oo aynu amnigeena sidaa isku adkaano horumarkeenu noo sii kordhayaa madaxda qaranka gudoomiyaasha labada gobole madaxda ciidamada qaranka oo laantooda aynaan halkan nabadgelyo iyo caafimaad aynaan halkan ku celinayn waxaan leenahay iyo awlaadooda iyo xaasaskoodaba cid mubaarak hadalkii waa la dhameeyey waxaan si farxad iya oo halkan ku soo gudbinayaa salaantii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo aan leeyahay madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland maamulkii sii wadaabay salaam iyo bashbash iyo barwaaqayn inaan xidhiidhaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sidaa gudoomiyaha gobolku sheegayna nabadgelyada aynu ku faraadeegno nabadgelyada aynu ilaashanno berberina waa magaalada dalxiis dad badan baa isugu imanaya aynu u dhibirsanaanno dadka inoo imanayna soo dhaweyno asalaamu calaykum gabagabadii markii munaasabadaasi soo idlaatay madaxdaasina halkaasi ka qodbaday sayid qaar ka mid ah bulshadii halkani ku tukanayay salaada ciidulfidriga ayaa waxay hambalyo iyo tahniyad u direen qoysaskoodii iyo qaraabadoodii bismillaahi raxmaani raxiim عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ودهان بشعب وينها رير سومال لان يشعبتو اسلام كوردان غارهان شعب كرير بربراء وحان وهم بلين يا مناسبة عيد الفطر مددي اينو سو سوناي بشا هيد كبعدي اينو مانتا ما دركتي كل عيد انه فرحات نبت قليه يا رين رين على محله هلكن وحن تهنيد صلاه او دريا دمان ummada muslimiinta meel kasta joogto gaar ahaan dadka Soomaalida xalay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciidan ciidada hanuu gaarsiiyo bashbashay barwaaqo ciidada ciideeda hanuu gaarsiiyo caafimaad qab bashbashay barwaaqo
ilaahay abaaraha inaga soo jabiyo. Waxaan halkan si gaara uga salaamayaa hooyadii, aabaha iyo faamiligeyga iyo dhammaan shacabweynaha reer Somaliland, ciidamada qalabka sida saddex cusba qaran, madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishinka caalamiga codka bariga Afrika, magaalo xeebeedka Berbera.